مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامج على السيف، وتحديدا برنامج حكاية سجين من داخل الزنزانة. دائما أقول لكم يا ريتني طير وطير في السماء، ولي راح العمر شردة. اليوم موضوعنا متخصص لا خصوصية، راح نتكلم عن جرائم القتل. عندنا 4 حالات مختلفة تماما. أنا طبعا قبل لا أشرح لكم ودي أنزل لكم هذا التقرير. نزلوا لي تقرير اليوم. الليلة في عسيف، برنامج حكاية سجين من داخل الزنزانة، قصص وقضايا مختلفة عن جرائم القتل، لقاء مع مقيمة مدانة بالإعدام بتهمة قتل خادمتها بالاشتراك مع زوجها، لقاء مع مواطن يحاكم بتهمة القتل العمد لتسببه بوفاة صديقه طعنا بسكين، ولقاء مع آسيوي أدين بالإعدام بعد اتهامه بإزهاق روح زوجته، ولقاء مع شاب أدين بالحبس 5 سنوات لعدم إبلاغه السلطات المختصة بوقوع جريمة قتل. ودنا نتكلم اليوم عن جريمة القتل بحد ذاتها، إزهاق روح. كثير من الناس بعد ما تصير المصيبة يقعدون يطقون أخماس بسداس، وايد هذه نشوفها، وايد نلاحظها، وايد نسمع. لا، هالمرة ما راح تسمع، هالمرة راح تشوف الحدث في السجن المركزي وغيره. نبي ننزل لكم تقرير ثاني، أبيكم تشوفونه وأرجع لكم مرة ثانية. نزول التقرير الثاني. تحارب التشريعات السماوية والقانونية جريمة القتل العمد لما لها من ضرر كبير على المجتمع والنفس البشرية التي خصها الله عز وجل بمنزلة عظيمة، وحرم إزهاقها دون حق، فضلا عما تسببه هذه الجريمة من أسى وحزن شديدين لذوي القتيل. وبحسب تقارير إعلامية فإن هناك نحو 25 جريمة قتل عمد تقع سنويا في البلاد باستخدام أدوات ووسائل مختلفة، أغلبها الطعن بالسكين، وبعضها يرتكب بحق الأقارب كالآباء والأبناء، بل إن بعضها يرتكب بحق الأطفال. ويخلط البعض بين مفاهيم القتل والقتل العمد والضرب الذي أفضى إلى موت والقتل الخطأ، إلا أن هناك فرقا شاسعا بينهم، حيث تدين المادة 152 من قانون الجزاء بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة دون أن يقصد قتله ولكن الفعل أفضى إلى موته. أما المادة 154 فتعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز 3 سنوات كل من قتل نفسا خطأ أو تسبب بقتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح. حلقتنا اليوم راح تكون بامتياز مع مرتبة الشرف. ليش؟ لأن متخصصة في جرائم القتل. قبل لا أبدي في الحالة الأولى ودي أرحب في ضيوفي اللي داخل الاستديو. طبعا اليوم يشرفني أخوي العزيز القديم العائد الدكتور ناصر العمار، استشاري تربوي. نرحب فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك، والشرف لي أنا يا دكتور. الساعة المباركة. ساعتك أبو. والضيف الآخر يعني ما هو غريب عنكم، الضيف الآخر هو المحامي عبد الوهاب بن سلامة. نرحب فيك يا أهلا ومرحبا. يا أهلا ومرحبا دكتور خالد. الساعة المباركة. ساعتك أبرك. هذا مكانك. جزاك الله خير. حاجة ها. حالة اليوم حالة غريبة وعجيبة. وأنا كنت أتمشى في سجن النساء، طبعا دشيت زنزانة الإعدامات اللي راح ينفذ فيهم حكم الإعدام. سألتها ايش موضوعك وسالفتك وليش جايه هني؟ انا بريئة،
أنا ما لي شغل، مش أنا اللي مرتكب الجريمة. أي جريمة؟ ماني فاهم. الخدامة. الخدامة؟ أي خدامة تكلمين عنها؟ أنا ما أدري شو السالفة، قعدت معاها ولا مرتكبة جريمة قتل الخادمة؟ إنزين من معاك؟ والله معي زوجي، يعني كان معي في القضية. زوجك وينه؟ بالسجن المركزي. كم محكومة أنت مع ريلك؟ إعدام. وريلك إعدام. إنزين الخدامة تعرفينها؟ لا ما أعرفها. مني والضرب؟ مني والضرب. في شاهد شهد على وقوع جريمة، بس رديه قال مو هذا اللي ارتكبوا الجريمة. يعني معقولة شايفك عن قرب؟ إنزين وبعدين صار معاك؟ أنا مالي شغل، أنا ما ارتكبت الجريمة. إيش رأيكم؟ أنا ما أبي أطول عليكم ولا أبي أحرق المادة الشيقة، نزلوا لي الحالة لو سمحتوا. الحين إحنا بسجن النساء، وتحديد جناح الإعدامات أو عنبر الإعدامات. عندنا حالة غريبة جدا جدا، هي قتل، وقتل منه خادمتها. إيش رأيكم نسمع منها تفاصيل الجريمة؟ شلونك؟ الحمد لله. زينة؟ خير. نفسيتك زينة؟ والله الحمد لله نحمد الله. أبيك تتكلمين عن الواقعة، شلون بدت واقعة القتل؟ شلون بدت؟ أول شيء الخدمة اللي أنا متهمة عليها مو خدمتي. زين، هذه أول شيء، مو خدمتي، والنيابة أثبتت إن هذه مو خدمتي ولا عارف عنها شيء، وجابوا كفولها الكفيل وكفيلتها، قالوا إنها منحاشة من بيتهم وإنهم مسويين عليها تغيب. أنا شكوا فيها، أنا ما علي إثباتات ولا أداة جريمة إن أنا ذبحت الخدمة، ولا لي علاقة فيها بأي حاجة. أنا انحكمت إعدام على خدمة مش خدمتي، ولا أنا ذبحتها. ما اشتغلت عندك في البيت؟ كلش، والنيابة جابت يعني الناس اللي حوالي والسكان وكل شيء، انا مظلومة. وقالوا ان الخدمة هذه ما شافوها بالفريزي اللي احنا فيه كلش، ولا بالبناية اللي انا فيها. ايش حاجة يا بنت شني؟ ما ادري. شنو علاقتك بالخدامة؟ ما اعرف عنها شيء، لا انا ولا ريلي ولا اي احد. يعني واحدة ماتت يا ابو، انا قوم المباحث خدوني ويابوك وودوتش المركز، قوم المباحث خدوني من بيتي الساعة 4 الفجر انا واولادي. اوكي. قالوا ان انا طلعت شاب ودبح الخدمة بالسيارة. زين شلون دبحت الخدمة بالسيارة وهي مو خدمتي ولا عارف عنها شيء، وعندها كفيل وكفيلة؟ اول مرة تشوفينها؟ ما انا عارف عنها شيء، ولما عرض علي وكيل النيابة الصورة إيه؟ ما عرفتها. اوكي. زوجك الحين بالمركزي صح؟ ايه. بعد ليش ودوه زوجك مدام يعني انت متهمة في القتل؟ زوجك شنو علاقته؟ قالوا ان هو كان سايق السياره، يعني مشاركش بالجريمه يعني. ايه. زين لما صار التحريات وصارت بصمات والادله الجنائيه وخدت سيارنا وتدي، ما علينا اي اثباتات. زين لما ريلي اتهموه ان هو كان سايق السياره، قالوا في شاهد اللي هو مبلغ على العمليه على الجريمه. الجريمه لما في واحد يعني شاف الجريمه وبلغ عليها. زين قالوا هذا الشاهد اللي شاف المره والريال اللي دعمه بالسياره الخدامه. زين هذا اللي مبلغ. لما جابوا الشاهد قال لا انا ولا ريلي اللي كنا سايقين السياره. يعني في اشخاص غيركم؟ ايه. سووا الجريمه ويابوكم انتم ولا هذا الريال؟ زين الشاهد نفسه اللي مبلغ على الوقع. زين اول درجه شنو حكموك؟ عدم. استئناف؟ عدم. افهم بس، يعني انت وزوجك براءه؟ ما نعرف. ريلي الحين مو اعدام. اه بس انتم بريئين من قتل ما نعرف عنها الخدامة. ومعقوله بالثلاث درجات يعني نفس الادانه؟ لا ريلي طلع منها خلوه 10 سنين. ريلي طلع خلوه 10 سنين. ليش ريلي 10 سنين؟ ما اعرف شنو. لان عشان ليش 10 سنين؟ عشان معاق. ايه اني اعاقته 100%، والحين تو مسوي عمليه بتر لاني اعاقته 100% انه معاق. مبتوره ريوله؟ ايه بتره. باي عنبر هو؟ هو الحين بالعنبر الحكم العشر سنين، أحكام العشر سنين، لأن هم نزلوه مو عشان شيء، عشان إنه معاق 100%. الحين هو مسوي بتر.
زين مساعد تقولي لي تنازل وما تنازل وفلوس ما أدري شنو إيش قصدك يعني؟ لأن الحين قاعدة تسومنا كل شوية تقول لي مرة 30,000. زين أنا معي التنازل، عندي التنازل، أهلها يبي يعطوني التنازل. زين بس مرة تطلب مني 30,000 ومرة تطلب 40 ومرة تطلب 50. زين ليش؟ لأن أنا تحت رحمة الله ثم رحمتها. زين عشان عندها التنازل. ليش ما تكلمين الأهل مباشرة؟ ما إحنا ما نعرف عنها، عن المتوفية أي شيء عشان نروح لأهلها. إحنا ما نعرف منو هادي، ولا أنا كان لي علاقة فيها. عندها ناس هم اللي جايبينها من برا وكانت قاعدة على إقامتهم، أنا ما أعرف عنها شيء عشان نروح لأهلها مباشرة. سالفتك غريبة يعني. وعيالي بدار الشؤون، عيالي بالشؤون الحين، أنا حتى عيالي بالشؤون. كم واحد عيالك؟ اللي بالشؤون كانوا 6، كبروا الحين طلعوا 3، الحين في 3 موجودين بالشؤون. ما ودك تقعدين معاهم يعني تحضنينهم وتشمي ريحتهم؟ أبي وتو متنفذ قدامي حكم إعدام، وأنا نفسيتي مو زينة لأني تو متنفذ قدامي حكم إعدامات. حول ولا قوة. بثلاثة. شنو الكلمة اللي ودك تقولينها حق مشاهدينك، تقولينها حق الناس، حق أهل الكويت؟ شنو الكلمة اللي تقرقع بقلبك؟ إن أنا ما سويت شيء، وعندهم إثباتات يثبتون إن أنا ما سويت شيء. أبي طلعوني لعيالي قبل لا يتنفذ فيني الحكم، أنا أم أطفال. عندي بدر طفل واثنين وثلاثة محتاجني ومتشردين برا، حطاهم بدر الشؤون وحطاهم مني ومني، ومحتاجين وجودي يا أبوهم ومحتاجين أبوهم. وأنا الحين على تنازل قاعدة كل شوية تسوني تبي 30,000 40,000، ورايل الحين لا يملك شيء، ما عنده مسكين، كان ما قاعد داخل وهو مريض الحين سكر وباتر الحين مسويين له. تزورينه؟ اي ودوني، ما يقصرون الاداره ويانا. كل اسبوعين، كل 10 ايام تروحين تزورينا؟ لا اسمح لنا باسبوع اي واسبوع لا، اسبوع اي واسبوع لا يودوني. وتوني موديني حق يا هالي بيت العائله. رحت قعدت معه. شفتيهم؟ اي الحمد لله. اذا كنت بريئه فنقول الله يفك عوقك، واذا كنت مذنبه فيعني هذا العقاب التي تستحقين. ادعي الله سبحانه وتعالى ان يفك عوقك ان شاء الله. اذا كنت بريئة كما تدعين وكما تقولين وكما تروين، يقول الله كريم والله موجود سبحانه. هم هذه تاركة بلدها وتاركة أهلها وقاعد تاخذ هالفلسين وتوديهم حق أهلها، متغربة يعني فوق غربتها اندبحت. كان في بعض القريشات اللي تحولها حق أهلها هناك في بلدها، انت جيتي قطعتي الفلوس وقطعتي حياتها وقطعتي التواصل ما بينها وبين أهلها، مثل ما انت عندك عيال هم هي عندها عيال وعندها ناس. انا اسأل اخواني اللي داخل الاستديو، أسأل عبد الوهاب بن سلامة المحامي، أقول له قاعدة تنكر وتقول أنا ما أعرفها، وتقول أنا ما لي شغل فيها ولا لي شغل في الجريمة، هل هذا يعفيها من النكران المتكرر، خصوصا أن الزوج مشارك في الجريمة، وهل الزوج يأخذ العقوبة ذاتها؟ بالنسبة حق الإنكار دكتور خالد، اليوم تقريبا يعني 99% من المتهمين ينكرون ويقدمون دفاعهم، هذا حقهم. اليوم هو يحس انه هو في مشكلة كبيرة، اللي هي مشكلة حكم الإعدام أو الأحكام اللي تواجهه، ويبي يواجهها أو يبي يحل هذه المشكلة. فيحلها من أي ناحية؟ يحلها من ناحية الدفاع، أدافع عن نفسي وأحاول أن أنا أثبت للمحكمة أو أثبت للجهة اللي ممكن أنها تعفي عني أن أنا مظلوم وأن أنا ما ارتكبت هذه الجريمة، علشان أن أنا أطلع من هذه القضية. اليوم مسألة أن محكمة أول درجة تعطي إعدام، حكم الإعدام من الأحكام الحساسة، ونروح حق الاستئناف نفس الحكم والتمييز نفس الحكم، هذا يعطيني أنا دلالة داخلية وإحساس داخلي بأنها غير صادقة، وأن هي فقط قاعدة تقدم الدفاع عشان تنجو بنفسها من هذه القضية. مسألة أن هي تأخذ إعدام والريال يأخذ 10 سنوات، شلون؟ طيب أنا أقول لك شلون دكتور خالد. اليوم إحنا عندنا نصوص
بقانون الجزاء تتحدث عن الرأفة، نص المادة 81 اللي قالت المحكمة ممكن تعطي امتناع عن نطق العقاب، يعني تقول حق المتهم أنا أدري أن أنت سويت الجريمة وأدري أن أنت مذنب، بس لأن إحنا نحس بأنك ما راح ترتكب هذه الجريمة مرة ثانية راح ما راح نقول شنو عقوبتك. والمادة 83 تقول إذا كانت عقوبتك إعدام ممكن المحكمة تنزل للعشر سنوات، وإذا مؤبد تنزل للسبع سنوات. فهذه أمور تتعلق بالرأفة، المحكمة هي من تقدرها سواء كانت إعاقة أو في تنازل أو أي أمر آخر. دكتور خالد، دكتور ناصر، شنو السبب بارتكاب مثل هالجرائم، جرائم قتل الخدم؟ يعني انت استشاري تربوي واجتماعي، هاي تخص المجتمع، شو اللي يخلي واحدة تذبح الخدامة؟ نعم دكتور، انت رجعتني 25 سنة قري ورا ايام ما استحدثنا برنامج حدث بين الاحداث. والعامل المشترك الحقيقة واحد بين هالبرنامجين، وقصنا في أعماق الجنات من القتلة من الأحداث. أنت اليوم انتقلت نقلة نوعية في البحث، وأن احنا نبحث في قضايا مهمة، ولكن هالمرة المرتكبينها ناس بالغين. الدواعي سواء هذا المقتول أو المجني عليه سواء كان خدامة أو غير، فهو إنسان، والإنسان له قيمة عند رب العالمين، خليفة الله في الأرض، واحترامنا له وتقديرنا له ومكانته في الأرض ومكانته بيننا هي واحدة، سواء كان خادم ولا كان إنسان عادي. ولكن تساؤلك اللي يفرض نفسه في مثل هالظروف هذه، وليش أنه يحصل مثل هالجريمة هذه؟ أولا سمعنا المتهمة أو الجانية بادعاءات قد لا تمثل الحقيقة بصلة، واكيد ان راح تقول اني انا ما اعرفها واني انا ما سويت شيء، وان هذا اللي حصل امور خارجه عن ارادتي، واتهموني ويابولي وناس اتصلوا فيني عشان يتنازلون وغروني في مبالغ معينه محدده وكذا. كل هذه مثل ما تفضل الاستاذ، هذا كل واحد من الجنات يحاول يدافع عن نفسه حتى يظهر الى المجتمع بانه هو انسان غير مذنب. لكن هناك اسباب اخرى ثانيه الحقيقه، قد تكون هذه الأسباب متباينة بين شخصية وشخصية، بين شخص بين 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 فئة وفئة أخرى ثانية. لما نبحث في مثل هالقضايا هذه نجد بأن أولاً كثير من هذه الأمور نجد أن ارتكاب أو الدوافع اللي الدوافع النفسية والدوافع الشخصية، الدوافع الذاتية، الدوافع المتعلقة في هذا الإنسان لقيام بارتكاب وإزهاق روح، هو أولاً قد يكون الإنسان في مرحلة من المراحل فاقد للسيطرة على تصرفاته، فاقد على السيطرة على أو التحكم بكل ما يتعلق بقيامه أو اندفاعه بتصرف بأي شيء معين أو بشيء محدد. وقد يقول قائل بأني أنا حبيت أني أخوفها، أو حبيت أني أسوي شغلة تأديبية، أو أني أنا أحاول أظهر لها بأني أنا إنسان رافض للتصرف هذا، ومن ثم بالتالي تقول أنا والله تفاجأت بأن هي توفت، بأن هي طاحت، من أنها صار فيها كذا ولا كذا. ولكن أمور كثيرة الحقيقة راح نتكلم عنها إن شاء الله في القادم من الوقت. نعم أستاذ عبد الوهاب، هل شهادة الشاهد اللي بلغ عن الجريمة ثم نفع، هل هي محل نقول محل إدانة لها؟ اليوم أي قضية دكتور خالد هي عبارة عن مجموعة من الأدلة، أدلة الثبوت وأدلة النفي موجودة في نفس القضية. أحياناً يكون في شاهد وشاهدين وثلاث وتحريات المباحث، أحياناً يكون في أدلة فنية. كل هذه الأدلة تنحط في قالب واحد، والمحكمة هي من تقدر إذا كانت المتهمة هذه مذنبة أم لا. الشاهد إذا شهد شهادته ثم عدل عن شهادته، أحياناً هو يدخل ترى في مسألة شهادة الزور، الشاهد نفسه ها يوهق عمره يعني على قولتهم. ولكن مجرد أن الشاهد يعدل عن شهادته ممكن انه يخلي المتهم يطلع براءة؟ لا، لانه في النهايه في تحريات مباحث وفي ادله اخرى في القضيه. لاحظنا انه تغير من الاعدام لعشر سنوات بسبب الاعاقه، هل معقوله يعني انه يتغير الحكم من اعدام الى عشر سنوات والسبه بتر الريل والاعاقه؟ هي مثل ما قلت لك دكتور خالد، اليوم الماده 83 تكلمت عن صلاحيه المحكمه في استخدام حقها في المسائل المتعلقه بالرأفه. قد تكون الاعاقه في وجهه نظر المحكمه هي سبب من أسباب الرأفة، وقد يكون في أسباب أخرى موجودة في هذه القضية. ولكن هل في نصوص معينة تحدثت عن الإعاقة بالتحديد وقالت أن المعاق إذا ارتكب جريمة
ياخذ الرأفة؟ لا، كثير من المعاقين موجودين في السجن المركزي ولم يتم الحكم عليهم بالرأفة، واحيانا المحكمة تشوف انه يستحق الرأفة. دكتور ناصر، انت اشتغلت في وزارة الشؤون وتعرف دعاليزها. تقول انا عندي 6 عيال مستلمينهم الشؤون، 3 منهم طلعوا و3 باقين. وزارة الشؤون تستلم الأولاد في مثل هذه الحالة؟ قد يقع الأولاد تحت بند المعرضين للانحراف، خاصة إذا كانوا هم أقل من 18 سنة بحكم الأحداث. فالمعرضين للانحراف بكل بساطة هو من يوجد في بيئة غير مؤتمن عليه، سواء كان طفل من حتى عمر 4-5 سنوات إلى 18 سنة، أو يكون البيئة نفسها أو الأسرة نفسها غير قادرة على تربيته، أو يكون عادة يبيت في أماكن غير معدة للمبيت فيها، أو غير مهيئة لأن يكون أو أن تكون هذه البيئة محافظة على كرامة هذا الإنسان، أو أن يكون الوالدين الأم والأبو مثل ما حنا شفنا الحالة هذه بعيدين عن تربية الأبناء. فعلى أساس أن هذيلي الأولاد ما يجون في الأحداث مكلبشين ومسجل عليهم قضايا بعد ما يكون هم في الشتات، أكيد أن قانون الأحداث الكويتي وأكيد أن مؤسساتنا الاجتماعية وبدون النظر للنوع وللجنس والجنسية ولأي اعتبار آخر غير أنه هو إنسان تقوم باستقباله للمحافظة عليه وتربيته في دار اسمه دار الضيافة الاجتماعية. وهذه الدار هي دار معدة لإعادة تأهيل أمثال هؤلاء الأحداث. نلاحظ كسب التعاطف، تقول عيالي قامت تبكي، ما لاحظت أنه يعني خلاص على قولتهم نزل الستار، هديتي بالتمييز وخلصنا. إيش مالك كسب التعاطف وأن أنا ما سويت وأن أنا عندي عيال؟ ما لاحظت هذا الشيء؟ ما يسمن ولا يغني من جوع؟ هو استدرار العطف، وطبيعي أن استدرار العطف النهي من السجين على أساس أن الناس تنظر له بنظرة فيها نوع من الحنية، ولكن ما هذا الأمر ينفع ولا مثل هذا النوع من استدرار العطف لا يقدم ولا يأخر. لكن لو هنا شفنا في بعض الحكي اللي قالته هذه الإنسانة فنجد بأنها تدين نفسها بنفسها، لأن إذا أنت تهتمين في عيالك تبين تشوفين عيالك، وينك بالأول ما حافظت على عيالك؟ وينك بالأول ما قدرت أنك تتحقين حتى الحد الأدنى من المحافظة على نفسك وسلوكك وعلى تصرفاتك وعلى أيضا الحفاظ على أسرتك وكيان نفسك وكيان أسرتك حتى لا تصلين إلى هذا المكان اللي أنت وصلتي له. التعاطف الآن بالنسبة حق المجتمع المتلقي لمثل هذا النوع من الاستدرار ما ينخدع حقيقة في البكي ولا في الدموع، فإحنا نعرف تماما بأن مثل هذه القضايا قد تكون حقيقية وواقعية، وقد يكون حقيقة الأمر فيها واصل إلى المستوى اللي قد تحتاج منا مثل هذه المرأة وغيرها إلى نوع من العقاب حتى يرتدع الحقيقة الآخرون. نعم. أستاذ عبد الوهاب، تنازل منا فائدة ولا ما منا فائدة بعد حكم التمييز؟ عشان نكون يعني واضحين، اليوم التنازل بقوة القانون يكون مفيد في هذه القضايا، الضرب لعقوبتها تحت 5 سنوات وخطف الإناث والسب، هذه القضايا فقط اللي التنازل يكون فيها يعني بقوة القانون تسقط العقوبة. أما القضايا الثانية لا تسقط العقوبة بقوة القانون والقضية تمشي. أما المحكمة ممكن أنها تأخذ بالتنازل من قبيل الرأفة، يعني تقول دام النائبة المجني عليه أو أسرة المجني عليها تنازلت، أنا ممكن أنزل للحد الأدنى اللي حددت لي إياها المادة 83 اللي هي 10 سنوات إذا كانت العقوبة إعدام، أو تنزل إلى 7 سنوات إذا كانت العقوبة مؤبد. بس هل هذا التنازل يطيح القضية؟ بالتأكيد لا، القضية تمشي ويأخذ حكم من المحكمة وممكن يأخذ إعدام على الرغم من وجود تنازل. نعم. إحنا لازم نتقي الله سبحانه وتعالى في الناس اللي تشتغل عندنا. حتى كلمة خدم ما بأقول، لأن مو خادمة، هي تدير المنزل. يعني تتخيلين لو أنت تطقين أوتي تطلع لك عضلات، تتعبين تقولين مليت، فما بالك هذه اللي متغربة حد أهلها وناسها وياي تخدمك، ياي تشوف شنو طلباتك. طبعا
يعني أجر مقابل عمل. ولكن الغربة، تتخيلين واحدة شلون تترك أهلها وناسها وتي عشان تخدمك؟ اتقي الله فيها، تقول الله فيها. هذه اللي جاية متغربة احسبوها واحدة من الأهل مثل ما أنا قاعد أسوي وغيري، ما أدعي المثالية، لكن كثير من البيوت اللي يشتغلون عندهم في البيت اللي هي مديرة المنزل 20 سنة و25 سنة، أنا واحد من الناس عندي 15 سنة، شانتي ترد علي بابا حاطتك أعلى مرتبة، مرتبة الأب، ما له داعي للصراخ والتشطر والتنطر. هذيل ترى بشر يحتاجون، أنتوا تروحون وتطلعون وتستانسون، هم قاعدين داخل البيت ويخدمونكم من قلب. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في من يشتغل في عندكم في البيت. نبي نتكلم عن الحالة الثانية. وأنا كنت أتمشى في السجن المركزي، لقيت واحد من الشباب قاعد منزوي على جنب. ايش فيك؟ ضايق خلقك؟ عسى ما شر. طالعني كان يقول لي قتلت صديقي، مو صديقي، اخوي. اوف، شلون صارت؟ قال لي لحظة غضب وهو جاي بالسكينة، وخذيت السكينة وما توقعت، يعني سكينة مالت مطبخ يعني صغيرة، فما شفت الا توفى اثر الطقة، اخذ منه السكينة وطقة وتوفى. يقول ماني مصدق، اقعد من النوم ابكي في كلام ترى انا شلته عشان لا اعور قلوبكم، ترى اللي شفتوه هذا في كلام وايد انشال، وايد كلام انشال يقوله. وكم مره بيش وقفنا وردينا مره ثانيه، ما ابي اقول لكم انا شنو التفاصيل، ابي الحاله هي تتكلم تقول لكم شنو التفاصيل. نزلوا للحاله. مساكم الله بالخير. من داخل الزنزانه جريمه قتل غريبه، اصدقاء اثنين بالنهايه، واحد بالسجن وواحد بالمقبره. ابيكم تسمعون تفاصيلها من القاتل نفسه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. شو اللي جابك هني؟ والله اللي جابني يا دكتور هوشه رفيج الله يرحمه، مدي تعرف الهوشه حتى بين الاخوان تصير الخلافات، تهاوش وياي مع سكين خذيتها منه، وانا ماسكها قاعد اتعافر وياي دشت في طعنه واحده. ايش كبرها السكين؟ سكينه صغيره مالت مطبخ. انزين دشت بخاصره وطاح، دقيت على الاسعاف، يوم ولا ميت الله يرحمه. راح لصبي وانسجننا على السالفه، لا على البال لا على الخاطر، للحين اقعد بالنوم اتذكر ابكي شلون ما قطعنا واحده شلون. ابيك تكلمني عن اول يوم دخلت السجن، اول يوم اول ليله ايش كانت حالتك؟ والله انهيار اعصابي نفسي، يعني الله يعلم بالحال، نفسيه تقعد تنصدم ترد تنام، تقعد تنصدم ترد تنام. اسبوعين يلا استوعبت ان شلون، للحين مو مستوعب انه مات، والله العظيم للحين مستوعب انه مات لصبي الله يعني. ورفيجي حيل يعني نام عندي بالبيت، انام عنده بالبيت. ويومك كل ما اكلم احد يقولوا لي هذه مكتوبه لك. من يزورك؟ والله امي تجيني اخواني. ايش كثر صار لك الحين؟ والله صار لي 4 أشهر. 4 أشهر؟ قاصين على امي قايلين لها ولدك هوشه مو قتل، لو تدري قتل تروح فيهم. وتكلمها الوالده يعني؟ اي والله. كل... شلون صحتها؟ والله الحمد لله مريضه وطيب، تو جايه من علاج من الخارج. لو يرجع فيك الزمن. والله يا دكتور اني للحين اتذكر موقف شلون مات، شلون مات يعني طعنه مو رايحه سكينته، خذيتها منه ربعه كانوا واقفين انحاشوا، شلتها بركبه بسيارتهم ما يبون يركبون انحاش، دقيت على الاسعاف قالوا لحقون، نايم على بطنه عدلته على ظهره نطرت الاسعاف جت لا ميت الله. شنو الرساله اللي تقرقع قاعد قلبك ودك تقولها؟ والله الرساله اللي انصح يعني الناس والشباب بعدوا عن المشاكل، سكاكين اسلحه هذه خلوها عنك، تغمض فتح انت بالسجن محكوم مؤبد ولا اعدام ما حد يفيد، امك تموت بالسجن، ابوك يموت بالسجن. احنا نشوف في شارع الحب، عرفت شارع الحب؟
نشوف الشباب كل واحد حاط له رينج بوكس وحاط له سكين وحاط له مسدس. اوه والله راح يتحسفون قسم بهات الله، راح يتحسفون وتحسف يعني الله يعلم فيه. راح يتحسفون يقولوا يا ليتنا قبل ماشي نم الطوفه، يا ليتنا صايرين نخش الاوادم. من يصرف عليك هني؟ والله الحجي الله يطول اخوي يجيبوا لك فلوس. نفسيتك تعبانه صح؟ اي والله نفسيه يعني لو مو الصلاه والغرام كان والله هي اللي مصبرتني الصلاه والغرام. احنا دائما نقول حق عيالنا الشباب نقول لهم سالفة تخزني واخزك وش حق طالعني واصفط هذه ما راح تفيد. والله هذه نهايتها وين؟ نهايتها هني بالمركزي السجن ويتبجبج ولا حد يفزع له ويقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليت ماكو فايده خلاص. اي والله شفت شلون؟ هذه عينه من العينات اللي داخل الزنزانه اللي محكوم عليها بالمجهول ما يندرى شنو الحكم اللي ينتظره. هو الحين قاعد على نار أتمنى أنكم تتعظون. حاول تمسك أعصابك، الغضب ترى ما ينفع والله ما يفيد، تهدم مستقبلك وراح تقعد بالسجن سنين وبنين ويمكن طول عمرك تقعد بالسجن بعد. إذا عطوك مؤبد هذا زين، يعني من السجن للمقبرة مؤبد يعني أصفار. إذا ما تعلق بحبل المشنقة ليش عاد؟ عشان لحظة أعصاب ما قدرت تقضب أعصابك؟ هدي هدي خلك حكيم، خلك حكيم. إذا تشاجر أحدكما فليترك الآخر، تهده وتمشي مالك شغل فيه. بس انت بتصير عنتر وهو بيصير عنتر ماكو فايدة. دكتور ناصر نلاحظ هالأيام الهواش بزيادة، بالشوارع هواش، بالمستشفيات هواش، في المجمعات هواش، شو السالفة؟ وآخر شيء جريمة قتل، الهوشة لازم يختمونها بجريمة قتل، ليش كاثرة في هالأيام؟ سويت دراسة دكتور قبل كم سنة وعلى جرائم العنف بس فقط المشاجرة، استخلصت نتائج غريبة عجيبة جت على لسان المبحوثين وهم داخل أسوار دور رعاية الأحداث. يقول أنا ما ألقى استحسان من أهلي إلا إذا أنا أخذت حقي بيدي، وأنا إذا رديت البيت مطقوق بوكس على عيني ولا فيه جرح على وجهي ولا فيه أثر كدمات على جسمي، أبوي يوبخني يقول لي أفايا الردي مت ريال ليش ما أخذت حقك بيدك. هذا الأبو. إذا رديت مرة ثانية البيت ويوم آخر ثاني وحكيت عليهم قلت لهم ترى والله صارت هوشة ومع الأسف إن احنا مطقينا لأنهما أكثر، أبوي يوبخني يقول لي هذا من رداك يا الردي. إذا دشيت ديوانيتي وبين الريايل قعدت حاولت أثبت لهم بأن احنا لما طبينا مع الشلة اللي تهاوشنا وياهم شارع مثل ما قلت شارع الحب مع الأسف قسلوا شراعنا. ولما نيجي أتكلم مع فلانة ولا علانة سواء زوجتي ولا فلانة عندي مثلا زميلتي في العمل ولا في الشغل وأنا ودي ويهي لما أقول والله حنا مع الأسف ما قدرنا نغلبهم. ولما واحد يقول لي تعال امش ترى في فلان الفلاني واحد من أصدقائنا وربعنا ترى لازم نفزع له، فهذه قيمة اجتماعية أنتم علمتونا عليها، والقيمة الاجتماعية أنا ما أقدر أنسلخ من هذه القيم فهذا أنتم ربيتونا عليها. نلاحظ إحنا دكتور أن سالفة الفزعة يعني هذه أنا وايد مضايقتني، وايد وايد مضايقتني سالفة الفزعة. عنده 15-20 واحد يعرفهم ذباحة ما يدرون شو السالفة، ألو تعال فلان 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 تعالوا في هوشة، هذاك يدق سلف ما يدري شو السالفة، منزله مطعم من الدبة ورايح ما يدري شو السالفة. صح. بعدين ما يلقى نفسه إلا متهم في جريمة قتل، وتعال شوف عاد الأحكام هذا وتعال إذا لقيته هو متهم زين، هذا إذا ما لقيته أنت مثل ما قلت في الإنعاش ولا في المقبرة، لأن هذا الواقع هذا الحاصل. لما تتكلم لي عن الفزعة من اللي حط فيهم الفزعة هذه القيمة الاجتماعية النبيلة اللي إحنا نبيها؟ ليش إحنا جينا وزرعناها في نفوس عيالنا؟ ليش احنا هنا وربيناها ربينا هالنوع من هالنوع من هالقيم هذه
وقلنا حق عيالنا إياكم كم تتركون هذه القيمة الاجتماعية اللي ربينا عليها، بس ما بينا لهم أن هذه القيمة لها وجهين. في وجه قبيح مفروض أن نعلمهم أن الفزعة مو في أنك أنت تنصر ربعك اللي تهاوشوا واعتدوا وسووا واللي تقعد تقول عنه قبل شوية في الشوارع وغيره وغيره. الفزعة في الأمور الخيرية الزينة، الفزعة في أني أنا ساعد ربعي، الفزعة في أن واحد دقى تليفون قال تعال ترى سيارتي خربانة وتعال انقذني أنا ويا هلي. الفزعة الفزعة الفزعة، بس مو الفزعة في أني أنا أطب في الهوشة، لأني أنا استحدث له معيار جديد حق شنو؟ حق الرجولة، وقلت له أنت عشان تصير ريال لازم تصير بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. للأسف هم فاهمين كلمة فزعة هي بالهوشة بس، لا، الفزعة في كل شيء أنك تفزع حق أخوك، سيارتك خربانة مثل ما تفضلت. أستاذ عبد الوهاب، لاحظنا أنه يعني يقول أن الأخ جايب سكينة وبيطقه وخذه منه السكينة وذبحه، هل هذه يعني الجريمة تعتبر دفاع عن النفس؟ هو هذا دفاع، بس اليوم الدفاع عن النفس شنو لازم؟ لابد أن يكون في خطر حال علي أنا، والخطر الحال لابد أني أنا ما أقدر أدفع بأي طريقة أخرى إلا هذه الطريقة. يعني إذا كنت أقدر أنحاش هني دفاع الشرعي ينتفي، إذا أنا كنت أقدر أستنجد بأي شخص هني الدفاع الشرعي ينتفي، إذا أنا أقدر أمسك سكينة بس ما أطق منها أقطها هني الدفاع الشرعي ينتفي بحقي وأكون أنا معاقب وفقا للجريمة اللي أنا ارتكبتها. اليوم الكلام اللي هو يقوله قد يكون دفاعه من قبيل الدفاع الشرعي، وهذا كلام هو يقوله قدام المحكمة. قد يقول بأن أنا يوم طقيته ما كنت أنا أقصد أن أنا أذبحه، كنت أقصد بس أن أنا أعوره. والحين للأسف الشديد دكتور خالد إحنا قاعد نلاحظ، يعني حتى لما نسولف مع أكثر من شخص من الشباب اللي يعني عندهم مشاكل يقولك والله شوف ظهري هني في طعنتين وريلي فيها طعنة، يحسسك أن الطعنة شيء بسيط فعلا يعني، وهذا الشيء أمر يعني جرى بين الشباب، يعني أن ترى أنا بظهري 4 طعنات ويحسسك أن الطعنة ما تذبح. فاليوم الأشخاص اللي مثل هذيلة ممكن أنه فعلا هو يبي يطق بسكين بس مو قاصد أنه يذبحه، هل ممكن؟ إيه ممكن، إني عاد تتحول إلى اللي هي الضرب اللي أفضى إلى موت مو قتل عمد. نلاحظ اللي من أمن العقوبة ساعة الأدب، إحنا نشوف الحين في المستشفيات يعني يبيلنا قانون، يعني بالفعل يكون صارم القانون. شنو واحد يدش على دكتور يطقه داخل مكتبة ويكسر المكتب ويمشي وبعدين يدور له واسطة ويبون الدكتور يضغطون عليه عشان يتنازل؟ صح صح، ما في تنازل. أنا في واحد من عيالنا الضباط قال قلت له لا تنازل، قال لي يا ابلي عمي، قلت له إن شاء الله يطلع أبوك من قبره، لا تتنازل، خليه يتأدب، خليه ينقرص، خليه يتمرمط عشان يصير عبرة حق الغير. بس إذا كل واحد بيطق ويطلع بردا وسلاما لا طبنا ولا غدا الشر. دكتور، في جزئية ألاحظها في كل سجين، لاحظت أن بعد ما تصير الجريمة وبعد ما ترتاح أعصابه يقعد يبكي. ايش يقول؟ يقول انا قاعد من النوم ابكي، هذا اخوي كنا ننام مع بعض، كنا يعني اروح له ويجيني واصدقاء راح مني، ماني مصدق. الندم هذا بحد ذاته هل هو يعني خطا ارتكبه ومتحسف عليه ولا تبريرات؟ يعني احنا الندم اللي قاله هذا ندم مصطنع زين، لكن لو لاحظت انت بحوارك وياه بالبدايه ايش قال الخلاف يصير حتى مع الاخوان، فهذا ايضا يعطي تبرير بانه اللي سواه مع رفيجه امر طبيعي عادي. لكن المشكله اللي اكثر من هذا اللي احنا نواجهها الحقيقه هو ان هناك في اكو نوع من انواع التربيه. احنا دائما لما نني الحين مثل برنامجك هذا، مثل حضرتك انت الان لما فكرت تحط برنامج مثل هذا البرنامج، واكيد انه له فلسفه خاصه معينه بتوصل رساله حق المتلقي اللي الحين قاعد يطالعونك، وانت بتقول لهم الله يا جماعه الخير شوفوا اللي شنو اللي صار. بس قبل لا هذا كله لازم اني انا اوجه الاتهام حق منو؟ اوجه اتهام حق عده في جهات. اولا الاهل، المناهج التربويه، وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل اعلاميه بانواعها، ثقافتنا احنا لازم تتغير وتصير تواكب الوضع الحالي. لما نيجي حق الاسره الاسره والوالدين ألاقي أنهم مساكين ضحايا، ألاقي أنهم الأسباب هم اللي يسببون بشكل حقيقي لانحراف الولد، لانحراف البنت، لانحراف أيضا حتى الكبار. ألاقي بأن وسائلنا التربوية ومناهجنا التربوية ما عادت تتواكب المعطيات اللي احنا الآن قاعد نواجهها في مجتمع سريع التغير. نلاحظ بأن الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها غير قادرة على المحاكاة
غير قادر على المحاكاة مع منه، مع هذه الفئة من فئة الشباب. لما أنا أي ألاقي في كلام الأخ اللي قبل شوية حطيته ما بين السطور شو قاعد يقول لي؟ يقول لي بأني أنا أمتلك قدرة معينة وأمتلك صفات محددة في شخصيتي، أبي أثبتها وأبي أقول لكم أني أنا رجل. فأول حاجة بيروح يثبت رجولته أمام منه؟ أمام أهله، أمام أبوه وأمه وأسرته وأخته وأخوه. ثم أنه يبي يثبت رجولته قدام ربعه، قدام مجتمعه، قدام ناسه، قدام كل العالم اللي قاعد يتعامل وياهم. شو اللي حصل؟ حصل أن هذا الطلب اللي قدمه حق أبوه وأهله وأسرته واللي قاعد قلت له ما قبل شوية ما يلاقي قبول، ما يلاقي استحسان، ما يلاقي هناك نوع من الفهم للواقع، للواقعك أنت، لشخصيتك، لنفسيتك، أنت شنو تبي بالضبط؟ فيواجه الحقيقة مع الأسف الشديد في نوع من العناد الغير مقصود. نقول الله يهدي النفوس، يعني واحد في المقبرة والثاني في السجن، وإخوان دنيا هذيلي. إذا صار الغضب يا أخي انحاش، إذا دقوا عليك ربعك فزعت هوشة قل لهم جايكم بالطريق وسكر التليفون وحط راسك ونام وخلك تنام بين أهلك. جايك جايك بالطريق، ضف الشاحن، في 60,000 عذر وعذر إذا أنت كنت تستحي، ويقولون أنت مو ريال وأنت ما فيك خير وأنت ما عندك الشيم. قل لهم أنا كنت جاي، طف التليفون، ما عندي تليفون، أي عذر، أنا برا الكويت. صح، فلا ترتكب جريمة توديك السجن مثل الأخ وغيره داخل المركزي اللي يونون وينون وهم داخل السجن ويعدون الأيام والأيام ثقيلة. السجين اللي يعرفها عدل اللي برا ما يشعر، لكن اللي داخل السجن يعرف أن هذه الأيام ثقيلة وايد ومن عمرك. ودائما أقول لكم أنا إذا راح العمر شي رده، إحنا ناخذ فاصل ونرد لكم، عطونا فاصل ونواصل إن شاء الله. سؤال يطرح نفسه، هل التستر على الجريمة تعتبر أنت مشارك؟ الإجابة نعم، التستر عن الجريمة أو عدم الإبلاغ فأنت مشارك في الجريمة. شلون؟ أخونا لقيته في الزنزانة قاعد عسى ما شر، كان يقول لي أنا تسترت على جريمة. شلون تسترت على الجريمة؟ وليش تسترت على الجريمة؟ وليش ما بلغت وفكيت عمرك؟ خوف؟ ساكت يطالعني، انت خايف؟ كان بلغت بلحظتها. لا السالفة مو كذي، السالفة انا خذيتها وديتها. قلت له رتب افكارك وعطني شلون صارت الجريمة، انا ما بي احرق الحالة عليكم، أبيكم أنتوا تشوفون الحالة وتشوفون شلون تستر على الجريمة. نزلوا الحالة لو سمحتوا. لما تشوف جريمة لازم تبلغ، وإذا ما بلغت راح تصير مشارك، أو على الأقل رحتي المركزي رحتي، ما في روح وتعال، لأنك أنت شفت الجريمة وما بلغت في لحظتها. وهذه السالفة اللي يا بتخون هني داخل السجن المركزي، سمعوا تفاصيلها من نهوة. مساك الله بالخير. شو اللي يابك؟ والله قضية عدم تبليغ، قضية قتل كنت موجود فيها، متواجد فيها، ما قدرت أبلغ بالأحرى، ما قدرت أبلغ، صار علي عدم تبليغ. أبيك تقول لي التفاصيل من البداية. هو كان عندي المقتول كان عندي بالبيت، أنا وياه، هو اشتغل ميكانيكي سيارات، كان عندي اشتغل بصلع سيارة. زين، جاء اتصال من شخص هم صاحبي صاحب المقتول. زين، قال له وينك؟ قال له موجود عند احمد. قال له تعال لي عند الفرع انا اترك هذا اساس بيروح وياه. المقتول ما كانت عنده سياره، وصلنا انا وصاحبي. نزلت الفرع، طول علينا، نزلت الفرع وانا داخل الفرع اسمع صوت تشفيط سياره، طلعت لقيت صاحبي مقتول طايح بالارض صب دم من حال جو فشمه، والقاتل ماسكه قاعد يحاول يشيله. جيت قلت له اسعف اشيله، ركب السياره، جايب ركب السيارة نحاشه وربعه، قال له تبينه ونحاشه، تميت أنا والقاتل ومقتول. زين،
حاولت انه يسعبه بالسياره نحاسه فما في سبيل انه الا خليه هو يتصل. زين كلمته قلت له اتصل على الاسعاف عشان يجون يسعفونه. اتصل متأكد انه تم التبليغ وتم الاتصال لما اخذ اوراق مع العمليات عرفت انه خلاص تم البلاغ. زين قاعد شوي مرتبك هو مهستر وهذا ونحاس خلاك بروحك. خلاني بروحي. زين انا تسحبت عن المكان الجريمه شوي بعيد حتى طالع لين جو اسعاف والدوريات وهذا اخذوه ومشوا. زين وبعدين؟ بالليل سلمت نفسي من عرفت انه غلط سلمت سوي اعتراف سلمت نفسي للمباراه. انت ليش سلمت نفسك؟ مالي طرف بالقضيه وجوني للبيت معناته اكيد يبوني بشهاده ولا شيء. بالبدايه قالوا لي انت كشاهد بعدين بالنيابه تحولت نيابه هذا قالوا لي انه راح يحوشك عدم تبليغ صار علي اتهام عدم تبليغ بس. يعني مو مشارك؟ لا لا مشارك عدم تبليغ. اي وعدم تبليغ يعني تعتبر مشارك. نعم لانك ما بلغت في لحظتها. بس لي ظروفي وقتها. شنو ظروفك؟ ظروفي تليفوني انا بالسياره ما عندي تليفون وانا ساهمت ان خليت الشخص القاتل يتصل على العمليات فهذا هذا اللي كان. ايش كثر صار لك هنا بالسجن المركزي؟ صار لي 5 شهور ونص تقريبا. ها توك؟ اي اول مره تدش؟ لا ثاني مره. زين خلينا نرجع اول مره ايش حق داش؟ مره مشاجره. انت مبين عليك عنيف. لا ان شاء الله. كله هواش يعني يعني ما في قضايا ثانيه. اخوي الصغير اللي كان تهاوش. اي. اي. مخيمات ما مخيمات تهاوش المخيم جاني كله دم يعني شلون اسوي؟ شلون تروح تفزع له؟ اي. وبعدين شنو صار؟ اشتكوا علينا. ادري رحت هناك وطقيتهم. طقيناهم. يعني طقيناهم يعني انت مو بروحك رايح معنا جاخر. 5 7 ها؟ دقيت عليهم تليفون فزاع الشباب لا موجودين كانوا بالمخيم موجودين بالمخيم وصار طقم طاقه صارت انزين وبعدين الاصابات ما واحد كسر بالجمجمه بس ماكو شيء طفيف يعني طب نفس اليوم طلع من المستشفى مو يعني انزين سليم ولا شيء اوكي صار عليه حكم 5 سنين جريت 5 سنين تحت الضابط 5 سنين انت يعني قبل هالمره داش 5 سنين 5 سنين يعني تعرف شنو السجن وتعرف زين بعدين طلعت ودشيت لك الحين موضوع ثاني ايش كذا الفتره هذه اللي طلعت 6 شهور بس بس طلعت 6 شهور ورديت ايت مره ثانيه عقب 5 سنين عقب 5 سنين والحين كم حكمت 5 هم 5 سنين خاف بعد هم تطلع وترد مره ثانيه ان شاء الله هو شيء والله شاهد اللي ما مالي فيها يعني. عندي بس كله هواش شو اسوي هني ما في هواش لا ان شاء الله اكيد لا ان شاء الله واذا واحد تحرش بس اسوي اسكت خلاص صحيح؟ ما فيها مجال اذا انا مو متهاوش مو ذابح ولا شيء جيت بقضيه اني ما بلغت زين لو تهاوش بصير عشان لو تحوش وياك انا يعطيك العافيه ما قصرت اكيد اكيد اشك لا ان شاء الله خاف بعد 5 سنين راحت من عمري بعد بس كله فور الدم وهذا لا يعني قضيتك لولا هم عجيبه غريبه يعني انا اخوي مدمر خليني اروح اتفاهم اروح في جهات امنيه تبلغ في جهات امنيه بس اخوك لحمك دمك اروح ابلغ ما فيها وقتها ما فيها فرط دم قوه وهذا والفزاع بعد معك والفزاع موجودين إيه؟ يلا ما تكذب فيها سكاكين وكذي صارت لا مطرقه فيها بس نعم مطرقه اي اللي كنت قاعد اشتغل بالمخيم اي سيده طرت بالمطرقه طرت وربعك شنو معاهم ما معهم شيء بيدهم وكم من حكموا كلنا 5 ما شاء الله أيوه. صرت الزملاء داخل المركزي هم زملاء من برا زملاء برا وزملاء داخل أيوه. مع بعض زين والحين في احد زميلك هني؟ لا ما في والقاتل وينه معك هني؟ بالعموم بس راح يجيك اكيد وهم سمى له بعد؟ لا ما راح تكلمه ها؟ لا راح اكلمه عارف ما في شيء بس مو هو زميلي يعني هو شخص مجرد انه يعني علاقه يعني تليفون بينه وهذا ما في سطحيه يعني. يلا ان شاء الله تطلع وما نبي هواش عاد لا ان شاء الله حتى اللي يطقك وروح اشتكي عليه اقول له يعطيك العافيه ما قصر ما يخالف لا ما اعتقد انت تقول يعطيك العافيه لا لا لا, 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 لا هالمره والله اقول له يعطيك العافيه ما قصر روح اشتكي عليه بالجهات الامنيه في مخفر في نيابه روح اشتكي قدم شكوى اخوك جاي مدمم اخذه وديه مدمم مثل ما هو ودي المخفر اقول شوفوا وقتها ما تقدر صعب شوي خلاص العقل طار ايوه ومطرقه على طول مطرقه يلا ان شاء الله ما نبي نشوفك هنا مره ثانيه يلا على خير ماكو شيء
إصابات ما في بس كسر بالجمجمة، يعني إذا الجمجمة انكسرت يعني عجيب غريب هذا الإنسان، يعني الله إن شاء الله يهدي سرك. وسالفة الفزعة وأخر عنها، مثل ما قلت في جهات أمنية تروح تقدم شكوى، يا بالنيابة يا بالتحقيقات، في ناس متخصصة حق الأمور، بس السالفة بيدك منطرقة، أنت طرت سيدة وناديت ربعك، هذه الفزعة اللي ما نحبها. وولي الأمر أكلمك، إذا انطق ولدك شنو تقول أنت مو ريال؟ ليش مو ريال؟ عشان انطق؟ عشان طبوا عليه 6-7 مو ريال؟ إيش تبي يسوي؟ تبي ذبحهم مسدس عشان ترتاح؟ تبي ولدك بالمركزي عشان من محامي لمحامي ومن محكمة لمحكمة؟ تبي كذي؟ ولا تقول لا أنا يبلك حقك بالقانون؟ خلي يصير عندك ثقافة وتقول حق ولدك زينك أنت ما رديت عليه، خلى أنت أرفع منه، أنت أرفع منه وأرقى منه، هالأشكال لا ترد عليها، بس أنا يبلك حقي. تأخذه تروح المغفر تقدمون شكوى، وإذا كانت الإصابة بليغة النيابة العامة تحقق وتحبسه. في قانون، إحنا ما إحنا قاعدين في الغابة كل واحد يأخذ حقه. أستاذي العزيز، شفت الحالة؟ شفتها. التستر على الجريمة يعتبر مشارك؟ أول شيء دكتور خالد قبل أن نجاوب بقول لك كلمة، الشخص هذا غير صادق. ليش؟ لأن اليوم النصوص اللي تكلمت عن عدم الإبلاغ الحد الأقصى مالها سنتين، وهو قاعد يقول لي 5 سنوات، من وين جاب ال5 سنوات؟ إذن هو مو صادق، مو هذه التهمة اللي تم توجيهها حقه. في شيء ثاني. في شيء ثاني. اليوم المشاركة بحد ذاتها، فلنفرض أنا اللي أتوقع أنه كان مشارك بالجريمة حتى لو ما طق أو حتى لو ما يعني شارك بشكل مباشر، مشاركة عن طريق المساعدة أو عن طريق أي أمر آخر تسهيل ارتكاب الجريمة، بهذه الحالة أنا أخذ نفس عقوبة الفاعل الأصلي. قد تكون هذه الجريمة أو هذه التهمة ضرب أفضى إلى موت، ما كان في قصد أن أنت تقتل اللي قدامك، بس كان في قصد أن أنت تضربه، كان في قصد أن أنت تؤذيه، بس نية القتل ما كانت موجودة، بالتالي الحد الأقصى مالها 10 سنوات، وهو بحكم أنه مشارك بالجريمة ممكن يكون وصلها بسيارة ممكن أي أمر آخر، يأخذ نفس عقوبة الفاعل الأصلي. اليوم بس في نقطة أو قصة سريعة أنا بس بذكرها، اليوم مسألة القتل العمد والضرب الأفضل إلى موت، شو الفرق بينهم؟ قلنا النية. من ضمن القصص هذه، هذا شخص تم الحكم عليه إعدام أول درجة وإعدام بالاستئناف، بالتمييز طلع 10 سنوات. تدري ليش دكتور خالد؟ لأن أحد الشهود قال، أنا سمعته وهو عقب ما طق الريال قال له راح أرجع لك وأعلمك شغل الله مرة ثانية. بناء على هذه الشهادة سبحان الله المحكمة استشفت بأنه يوم طقه ما كان متوقع أنه راح يذبحه، بالتالي تحولت من قتل عمد إلى ضرب أفضاء الموت بناء على هذه الشهادة. شوف سبحان الله. دكتور ناصر، عدم التبليغ، في ناس تخاف وفي ناس تقول ما أحب أدش في متاهات وسين وجيم، أنا شكو فألف ويهي ووخر. كثير من الناس موجودين في المجتمع، تعتقد شنو السبب الرئيسي وراء هالخوف هذا؟ لأن إحنا ما زرعنا فيه حب المسؤولية واعتناق جانب مهم وايد في حياتنا الشخصية وحياتنا الاجتماعية، من أن إحنا يكون لنا دور، والدور هذا دور مؤثر في المجتمع، الدور هذا دور يحاول من خلاله أو نحاول إحنا من خلاله الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية. أنا ماي أبلغ لأني أنا أعرف تماماً أني أنا راح أبتلش وراح أدش في مجالات التحقيق، ولربما يمكن من خلال الكلام اللي أنا أقوله يمكن تلتصق فيني تهمة معينة وأنا ما أدري عنها. أنا باعتقادي أن قضية عدم تحمل مسؤولية راجعة أيضاً إلى التربية. لو إن حنا ربينا عيالنا عدل، ربينا شبابنا عدل قيم على 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 المسؤوليه وعلى القيم، عندك انت تكون قيمه، اي القيمه هذه لما انت تبي تعطيه اياه وتبي تخليه يتبناها، لابد انك انت اول شيء انت كولي امر انك تتسلح في هذه القيمه. اول شيء لازم تكون انت القدوه، لازم تكون انت الانسان اللي تبي تشبع هذا الولد او 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 عيالك في هذا الجانب، لابد انك انت تكون القدوة لهم. كلمة أنا شكو هذه منتشرة، أنا شكو ما لي شغل. شوف دكتور، لو إن في ثقة في هالنوعية هذه من الشباب، ما لقينا إحنا صراحة مثل أمثال هؤلاء اللي يقول والله أنا ما لي شغل أو إن أنا شكو. لو إن في هذه الثقة المتكاملة في الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية، بحيث إنه يكون قد المسؤولية ويتحمل
تحمل كل الضغوط اللي راح تجي له من اجل انه هو شنو ينقذ انسان، من اجل انه هو يحاول بان يخلي هذه الضحيه الى ادنى مستوى من الخسائر، يحاول يخلي ان هذا الانسان الى ابعد يعني ما يمكن انه هو يوخر عن طريق عن عن, عن طريق الـ 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 الوقوع بالخطا. لكن مشكلتنا احنا شنو؟ ان شفنا او شافوا هم حالات كثيره قبلهم بان لما يو دشوا في معترك هالمجالات هذه في متحمل مسؤولياتهم او في انهم يبلغون عن الاشخاص مثلا المعتدين او عن هوشه معينه او ان واحد طايح مني ولا واحد داعم مني ومنحاش او ان واحد ارتكب جريمه ولكن هو اللي شافه ما حد غيره شافه، يمكن لا يبا شكوا انا في هالامور هذه كلها. انا شكوا منتشر. حق اني انا اروح ادش في سين وجيم وبالتالي انا قد يمكن يوني اهله وينتقمون مني وانا بعد حملوني انا المسؤوليه في اني كنت قطيت ولدنا السجن وامور كثيره. اذا معناته ان حنا مفاهيمنا مفهومنا حنا لذاتنا مفهومنا حنا لثقتنا بانفسنا معدومه. ليش؟ لان مثل ما نقول ونعيد مره ثانيه وراح نعيد ايضا اكثر واكثر بان كثير من الامور اللي دخلت معانا في تربيتنا لابنائنا وفي تنشئتنا لابنائنا دخلت علينا قيم اخرى ثانيه دخيله من الخارج، دخلت علينا مناهج تربويه ما نعرف حقيقه شنو مصادرها. شاركك انت في تربيتك لعيالك هالجهاز الصغير في مخباتك ومخباتي سوشيال ميديا. نعم بل نقاوم احنا نقاوم الكثير من وسائل التربويه اللي دشت علينا من كل مكان واحنا ما احنا قادرين. وصلنا الى مرحله الاستسلام ورفعنا الرايه البيضه. ليش؟ لان هذه الوسائل تمتلك من القدرات والاقناع ووسائل التمكين والى اخره بحيث ان سهلوا لتربيه شخصيه ابنائنا في الوقت اللي احنا ما قدرنا نربيهم. استاذ عبد الوهاب انت لاحظت يقول لك انا خذيته وديته وين؟ هناك البر وصارت الجريمه. يعني انت الشراره الاولى في ارتكاب الجريمه يعني انت مشارك في هذه طبعًا الجريمه طبعا ومشارك رئيسي بعد طبعا. هو المشارك ياخذ نفس عقوبه الفاعل الاصلي حسب القانون. فمجرد ان انت وصلته حتى لو انت ما مديت يدك وطقيته حتى لو ان انت ما سويت شيء بس انت مجرد ان انت وصلته وانت تعلم بان في نوايا لارتكاب الجريمه ولولا دورك ما تم ارتكاب الجريمه اذا انت مشارك بصفه اصليه حتى يعني مو بصفه تبعيه وبالتالي تستحق العقاب اللي راح يجيك. نعم نلاحظ يقول انا ما لي شغل. لاحظ يقول انا ما لي شغل في القضيه ولا لي شغل في الجريمه. هذا الدعاء تهرب من المسؤوليه. ما طاح الفاس بالراس. نعم وتهرب المسؤوليه من وين جاي؟ نعم من نحن احنا نفسنا احنا كاجهزه تربويه ما قدرنا الحقيقه ان احنا نعطي أو نخلي عيالنا يتربون على هذا الجانب او على هذه القيمه. لكن في شغله وايد مهمه احنا لازم نعيها وندركها تماما. احنا دائما نقول والله هم السبب وهم الجنات وهم وهم وهم، لكن ما نسالنا انفسنا هم شلون صاروا وشلون وصلوا الى هالمرحله هذه. بكل بساطه وبكل حقيقه يسر احنا نستطيع ان نتكلم ونقول بكل شفافيه وبكل وضوح. عيالنا ما صاروا بهالطريقه هذه الا من خلال شنو؟ من خلال حقيقه وايد وسائط معينه ساهمت معانا الإضافة اللي أنا قلتها قبل شوية، وايد وسائط أخرى ثانية ساهمت ويانا في تنشئتهم. الربع والفريج زين والدواوين. تتذكر قبل يوم كنا حنا صغار لو فيك خير أنت بالفريج تعال سو شيء غلط وخلي شوفك منو الجار راح يقسل شراعك عدل ووديك حق أبوك وأبوك شو يقول له؟ يقول له جزاك الله خير ربيت ولدي وياخذك ويكمل عليك. الجار كان يكون مقام الأب. الجار هو اللي ربي. نعم. مرت الجار كانت هي اللي تتنهرنا. الولد الجار ممكن يقول ترى أبوي شافك لا تسوي شغلة الفلانية وهكذا. أضف لذلك أن أبهاتنا بالرغم من أنهم غير متعلمين وكثير منهم ما عندهم أسس التربية ولكن عندهم التربية الحياتية وعندهم ثقافة في التربية. تلاقيه يقرأ ويتكلم يقرأ ويكتب. تلاقيه إنسان غير حاصل على الشهادة ولكن عنده القدرة على تربيتك أنت أفضل من أبهاتنا الحين اللي هو عنده الدكتوراه والماجستير وهو آخر حتى في التربية. ليش؟ لأن الحياة ربته بطريقة وبأسلوب جدا راقي. أضف لذلك قبل لا أختم كلامي إن قبل مو بس الفريج اللي ربي المسجد ربي الجماعة ربي ربعك ربع أبوك كل أبوهم يربونك. الآن لا الآن إذا فيك خير أنت طق ولد يارك
وشوف شلون يارك يجيك ويلومك وقد يرفع عليك قضية. يشتكي عليك على طول. طبعاً. أتمنى يعني نزرع القيم والمفاهيم ونتبع فلسفة جديدة في الحياة، نعلم عيالنا على هالفلسفة هذه. إذا شاهدت جريمة ما في مكان ما فأبلغ عنها، روح بلغ عن الجريمة، قول ترى حصلت جريمة وإلا ستكون مشاركا في هذه الجريمة. نبي نتكلم عن الحالة الأخيرة اللي نبي نختم فيها حلقة اليوم. دشيت داخل الزنزانة على طول، دعوم ترى دشيت لداخل وقعدت أطالع أشوف قاعد يأكل بنفسه، شفيك عسى ماشر، طبعا هذا العنبر مع الإعدامات، عسى ماشر شفيك ساكت منزل راسه، شفيك جاني يقول أنا متهم في قتل زوجه بس أنا ما ذبحت زوجتي. شلون يعني ماتت بروحها؟ يقول لا هي تطق نفسها. نعم شلون تطق نفسها؟ ماني فاهم يعني شلون تطق نفسها. قول لي السالفة. كان يقول لي انها تاكل حبوب من الحمل وما ما تبي تحمل يعني منه، فهاج وثار وعصب وصار اللي صار. وبعدين قبل سفارته يبي يحتمي هناك، لا حبيبي ما حد يحميك دامك انت ارتكبت جريمة برا، قصدي يعني برا حتى لو داخل سفارتك ارتكبت جريمة في الكويت فانت تحاكم في الكويت. ايش رايكم عشان لا اطيل عليكم نشوف الحالة، نزلوا الحالة لو سمحتوا. متهم بقتل زوجته، ما ندري الصج وين الكذب وين ذبحها شلون ما ندري، احنا نسمع منه هو. شلونك؟ انت شلون ذبحت زوجتك؟ هذا فهد يا اخي، ومو عجيب عيال عشان ياكل حبوب. هو انا باخ بقلم بلاد مال باخ صلصال. انزين اتصلت تليفون ورد جاري تليفون باخ صلصال طب ما يكلم. انزين ما هاد تليفون هذا. انزين انا اكلم من هناك نيت تليفون مطار. انزين انا قاعد اكلم انا ما ادري والله ما هو قطع مجنون وتلقى نفسك مني هذا يوم انا بدور مني ويصاب مني هنا مجنون سيبي يقول لي صاب مني وتعيط موت نفسه. هذا وقت انا راح اصير يوم هذا يوم خميس هذا يوم. زين بعدين هذا يصير انا شنو صاير ما ادري، انا خفت شنو صاير جو اخو كل عيالي هنا موجود. انا خفت من هو عشان كلام يمكن تقول انا خوف عشان ما انحشت. انحشت انت؟ ما انحشت. انت قعدت؟ قعدت غرفه. بعدين انا روح كلامي بسفاره. انا تمشي سفاره مصور قبل ما يروح سفاره انا روح مكفر نبيتيه. زين هذا نفر مهمتي يقول انت مجنون ليش جيت هنا؟ روح هذا يصير مشكلة واجهت. روح انا واحد شرطة اقول لك انا. زين بعدين انا طلعت من هناك سيدي روح عشان يبيع السفارة. يبيع السفارة قبل ما يروح السفارة انا اكل دواء دود عشان يبيع موت. شرب دواء دود داخل غرفة مال انا ما ادري. انا داخل غرفة كان موجود. يتي يوم ثاني انا يجي داخلتي انا ما ادري يوم ثاني انا اقوم بالليل. عندنا بابا كان في بابا بعد موت الله يرحمهم بابي موت بابا ما موجود. زين انا قلت جيت تنازل بعد السفاره جبت تنازل مشان انا ما عندي كان في بيت وهذا بعد بيا تنازل زي اهل ما عندي شيء. وين تنازل مالك انت؟ انا جبت صوره موجود معي اي كان تنازل داخل ديوان يا اميري موجود اصلي. زين هذا تنازل عندك ها؟ تنازل السفاره تسوي ترجمه اي في تنازل صوره كله مع بعض. هذا التنازل إيه نحن الورثة الشرعيين للمرحومة السيدة فلانة الفلانية توفيت بتاريخ والتي قتلت بيد زوجها. إيه كان مكتوب إنك أنت قتلتها. لا أبو سجل كذي أنا ما له ما كذب طق نفسك أنا سبته كم مرة قلت ما يتلامس. يقولك يعني هم شو يقولون؟ يقولون إحنا مسامحينك هم سامحوك بس هم ما يقولون أنت ما يعني ما ذبحت، يقولون أنت ذبحته بس إحنا مسامحينك. ليش يعني ليش تذبحها؟ خطب ما يجيب عيال عشان جيتي هو عشان ما تجيب عيال تقوم تذبحها؟ لا والله ما ادري هذا هو كيف يتقل نفسه انا ما ادري. انا كلمت التليفون وبابا صار سوا واشب بينه وبينه يقول يصير انا اعطيت كافي مني ليش انت ما تكلم بابا؟ وجال انت تقل نفسك قلت تقل نفسك انا صوت منه وانا بدورني مني. انت عورك شنو؟ عورك صبعك بس انت قمت وطايح هذا وقت انا يبي يشيل ودي مستشفى
ما ادري اسمي قرار ما بشيل ما يقدر يشيل نفسه بشيل تكير روحه راحت انا انت قلت انت مو ندمان انك انت ذبحتها مو متحسف أنا انت مو متحسف هذا زيد يسار انا كذا ما يخالف انت يدي. انت متحسف انك ذبحتها زوجتك هذه ليش تزوجتها مدام تبي تذبحها؟ طيب والله ما يبي يطفي انا والله ما يبي يسوي كذي انا. اي ذبحتها ايش خل ايش عقبه؟ وطق نفسي انا صرت من اول شيء ادري بس انت ذبحتها انت ما حليت المشكله قمت ذبحتها. انا طلقها يا اخي انا ما ابي طلقها خليها تروح بلاد انا ما ابي قتل يبا والله ما ابي اسوي ادري بس ذبحتها انت انت موتها اول درجه شنو يعطي؟ اول درجه قتل خطأ اعدام اعدام عطوك اعطوك قتل خطأ اعدام بعد الثاني قد ما ادري شنو ما ادري انا مامي محامي ما في احد صديق حتى لو حتى لو ما في محامي يعني في المحكمه تعطيك محامي توكل محامي محامي اولا ما اعطاني بعد صديق مالنا خلاك محامي واحد بعد ما انا زوج واخو مالنا قاعد اشوف انا قاعد اشوف التناسب وقال لي شنو انا خليك محامي انت شنو تقول انا كنت اعطيت فلوس وين في فلوس انا اعطيت حق هو ياخذ ادري اذا كل واحد يختلف مع زوجته حطها وذبحها وين قاعدين احنا؟ والله ما ادري شو اسوي لك تنازل وسامعني انا تنازل ما يسوي لك شيء تنازل ما فيها انت ذابحها تنازل شو يسوي لك؟ انت ذابحها هو مش اللي في اذباب هو انا عشان اصبت منه هو يا بابا والله قسم بالله انا ما ابي اذباب هو انا ما ابي اسوي موت تدري اقول لك شغله تدري المفروض واحد يذبح نفر لازم يتعلق بحبل المشنقه لازم يموت لان انت ذبحت روح فلازم روحك هذه تروح احسن يبقى موت من مفوت والله انا ما ابي قتل والله هذا لا صون كذي والله انا جبت تنازل بعد انا بعد طلع انت قاعد تقولي تنازل شو اسوي بالتنازل شو اسوي بالتنازل ايش عقبه التنازل هذا جاي متى التنازل هذا جاي 2009 صح قضيه ب 2009 التنازل ب 2009 ايش فادك التنازل فيه رحت ذبحت زوجتك طلقها خلها تروح بلاد الا تذبحها يا والله ما ادري ما يفكر لي ابغى مجرم انت انا والله ما يفكر لي ابغى يصير كذي والله انا ما يفكر يصير كذي ابغى افكر كذي انا ما اسوي كذي انت الحين لازم انت يواجه مصير انت سوي هذا ابي عندي بچه بيشوف امي ما في هذا اللي هو ابوي بعد موت جوا انا ابي رواش جبت نازل انا ما يبغى تظلوني ابو 10 سنه اللي داخل في جنة الله كريم الله كريم الله كريم الله كريم انت صلي الحمد لله يا ابا يصوم الحمد لله يا ابا قول يا رب يا رب يا ابا كل يوم صلي انا كل يوم اصلي فيه يلا السلام عليكم مدام تبي ترجع بلادك وتبي عيالك ايش حق تذبح ام عيالك زوجتك هذه حبيبتك ليش تذبحها عشان ما جابت لك اياها اكثر ما ادري تنازل ايش يفيدك التنازل ترى احيانا التنازل يؤخذ واحيانا ما يؤخذ فيه اكيد من بشاعه الجريمه يعني خذيت هذا الحكم استاذ عبد الوهاب قاعد يقول ان هي اللي طقت نفسها وهي اللي ذبحت نفسها انا اول مره اشوف واحده تذبح نفسها طقت نفسها وذبحت نفسها انا ما لي شغل يعفي او يخفف عن الحكم اذا ادعى هذا الادعاء الباطل لا لا يعني اولا كلامه ما هو منطقي شلون واحده تطق نفسها وتموت نفسها. يعني ممكن تقط نفسها من دريشه ممكن تعلق نفسها يعني الكلام مو منطقي هذا واحد الشغله الثانيه اليوم في شيء اسمه دليل فني الدليل الفني عندنا بالأدلة الجنائية يكون إذا كانت الضربة هذه مفتعلة من الشخص نفسه أو طرف آخر وهو اللي سبب هذه الإصابات لهم يعني على قولتهم هذا شغل فني إحنا مو مختصين فيه بس يبين فعلا النتيجة تبين إذا كانت على قولتهم الأظافر قاعد تسحب كذي أو طريقة ثانية يعني لهم اختصاصهم فيبين بالدليل الفني فكلامه بالتأكيد يعتبر من قبيل الدفاع هذا الدفاع ما أخذت فيه المحكمة هذه القضية فيها تنازل ها على حسب كلامه التنازل ما أخذت فيه المحكمة وعطتها إعدام نظرا لبشاعة الجريمة قضايا القتل من القضايا اللي ما تسقط بالتنازل وهذه من القضايا تشهد على هذا الكلام فيها تنازل والمحكمة حكمت بالإعدام نشوف زوج يذبح زوجته مرت عليك مثل هذه الحالات هي مرت وايد حالات مثل هذه يعني مو شيء قريب يعني بس بسألك سؤال دكتور انت نفذت فيه حكم الإعدام 3 مرات واقف قباله مقرب صوب الحديد ولا بعيد عنه شوي لا انا لاصق فيه على طول ما خفت لا 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 ما خاف انا شوف ترى السجين بالنهايه ضعيف عرف شلون الحاله نفسها
انت عاد هني تسيطر ولا ما تسيطر، تطلع منه حكي ولا ما تطلع منه حكي. انا قاعد تضغط عليه ابي اطلع من هالحكي، ترى هالتسجيل تشوفه ترى هذا من الصبح للظهر ها، واحنا نسولف ونعيد ونزيد. اي نعم. فزين طلع منه هالحكي. ايش حق يسوى كذي؟ سوى كذي حق مالت الصلاه. الدوافع معروفه واضحه، مو عشان والله ان هي ماخذه حبوب منع الحمل، ولا يبدو ان في اكو امور اخرى ثانيه تتعلق فيه، وقد تكون قضيه شرف، قد تكون احنا ما نبي نروح نبعد شويه اكثر من كذي، لكن واضح ان الموضوع لا هو على اساس انه ماخذ حبوب حمل، او انها ما تبي تجيب عيال منه، حتى لو ما تبي تجيب عيال منه ما توصل معاه القضيه في القضب الى ان يقوم بازهاق روحها. قد يكون متعاطي بعد، او قد يكون الله اعلم. هذا يمكن ليش؟ لانه هو قال اخذ شغله ونام، خمد ويخفي يخفي خمد ما ادري لثاني يوم وقعد. اي هذا بالسفاره. اي فبالتالي الحقيقه يعني باعتقادي ان القصه الحقيقيه مو هذه، هذه الروايه اللي قالها قدام الكاميرات وقدامك انت قدام حضرتك، ولكن لربما في هناك امور كثيره. اما اذا حضرتك ترمي في سؤالك الى ان هل هناك ما يثير الزوج في قضيه انه هو ينتقم لزوجته في قضايا مثل الشرف او غير الشرف، انا اقول لك نعم. سويت دراسة حقيقة قبل فترة لما استأنسوا الجماعة في أنه عدد قضايا الأحداث من 3500 في العام الواحد نزلت على مدار 5 سنوات لين ما وصلت إلى 1650. قلت لهم ليش مستأنسين؟ يقول نزلت القضايا كلها. قلت لهم بيخالف، من حيث الكم نزلت من 3500 إلى 1650، وكان في ذاك الوقت الحقيقة الوسائل الإعلامية نشطة بشكل كبير، يعني بما فيه البرنامج اللي تكلمتك عنه وغيره وغيره. ولكن لما نينا حللنا الـ 1650 لقينا أن قضايا القتل أكثر مما كانت هي عليه في 3050. 3050 كانت في قضيتين قتل، لما وصلت 1650 كان في أربع أو خمس قضايا قتل، هذا بس في فئة الأحداث. اليوم ساعة تقرير حضرتك كنت تقول بأن هناك 25 حالة قتل أو جريمة قتل في العام. زيادة عدد الجرائم القتل يعود إلى أسباب كثيرة، منها الحقيقة وهذا شيء مؤسف جدا عندنا، وهو قضية أن اللي عنده نية مثل هذه النوايا في القيام بارتكاب الجرائم عليه أن يدرك تماما بأن العقوبة هي أكثر مصدر أن يكون هو المصدر الرادع لعدم قيام بارتكاب الجريمة. ولكن مع الأسف الشديد لقينا بأن هذا الرادع غير كافي. سفارته تحميه إذا سوى جريمة وراح إلى سفارته وقعد هناك أستاذ عبد الوهاب؟ السفارة دكتور خالد هي بالتأكيد ما تحميه بشكل مطلق، لأن اليوم السفارة موجودة بناء على اتفاقات دولية. بناء على هذه الاتفاقات السفارة تعتبر نفس المكان اللي تملك فيه الدولة السيادة، ولكن ليست السيادة المطلقة. يعني بإمكان الكويت انها في اي لحظه من اللحظات تقول حق اي سفير او اي سفاره انتم غير مرغوب فيكم في هذا البلد اذا كانوا قاعد يرتكبون بعض الافعال. ولكن هل ممكن السفاره سواء كانت لدوله معينه تقوم ببعض الاعمال السيئه اللي ممكن انها تحمي؟ نعم، لانهم يتمتعون ببعض الامور اللي هي عدم التفتيش والامور هذه بالمطار، فممكن ان هم يطلعونه او ان يهربونه. وللاسف الشديد في بعض السفارات ممكن ترتكب هذا الفعل. لحظه يعني دكتور ناصر، ليه الحين هو ينكر أنا مالي شغل ومو أنا اللي ذبحتها؟ هل هو استدراج العاطف ولا الهروب من الجريمة وبشاعتها؟ من ناحية استدار العاطف هو استدار العاطف لا شك، والإنسان اللي محكوم عليه بالإعدام اعتقاد أنه يتعلق بأمل بسيط من خلال اللي تفضلت أنت في برنامجك، أو أنه يعتقد هو وهو واهم حقيقة بأنه يكون هناك نوع من التعاطف معه هو ومع جماعته. لا ننسى احنا حقيقة بأنه هذا الشخص ما وصل إلى هذه المرحلة إلا هو بعد مروره في عدة أماكن وفي عدة فلترات مثل ما احنا نقول في نطلق عليها، تحقيق في الداخلية، في النيابة، ثم في المحاكم وإلى آخره. بالتالي بفضل رب العالمين في احكامنا العادله وفي قضاءنا العادل ندرك تماما بان كثير او البعض من السجناء لما يتكلم معك فاول حاجه يجيدها هو استدار عطفك.
خلاف بينك وبين زوجتك، أي خلاف يصير يحل بالتفاهم. أي خلاف يصير ما بينك وبين أم عيالك، شريكة حياتك، بالود وبالطيب، مثل ما دشينا بالمعروف نطلع بالمعروف. أنت بنت ناس وهو ولد ناس، ما له داعي يعني التهلك والقتل والتجريح والإهانات وكشف الأسرار، ما له داعي كل هذا. أنا في النهاية ودي أشكر الدكتور ناصر العمار، استشاري تربوي واجتماعي، كل الشكر والتقدير لك دكتور. الساعة المباركة أني شفتك، وأخوي الحبيب ولدي عبد الوهاب بن سلامة، مشكور يا عبد الوهاب. عفو دكتور خالد، جزاك الله خير، ما قصر. احنا نشوفكم الأسبوع الجاي الساعة 10، بس قبل لا أختم أقول لكم يا ريتني طير وطير في السماء، ولي راح العمر شردة، ونقول لكم تصبحون على خير وأحلام سعيدة. الأسبوع الجاي الساعة 10 يوم الخميس، مع السلامة.